مراد سؤال مباشر، كيفاش ايضا بعد ورقه الامتحان راني جاي عند مصطفى صح جماعه، كيفاش في لقاء واحد ولقينا روحنا في هذه الوضعيه وشغل الستريس كومون سي لو، كيفاش لقينا روحنا نهضروا هذه الهضره 35 مقابله باطل، كيفاش لقينا روحنا في لقاء واحد فيه تعادل ماشي انهزام لقينا روحنا في هذه الستريس واش صرا؟ جاوبني على السؤال. كنت راح نجاوبك على هذه، الماتش راح يكون جاوبني على السؤال. ايه هاني جايك صح، صعب من الجانب النفسي بلون مونطال راح يكون تري ديفيسيل. علاش؟ في الماتش تاع سيراليون دخلنا في الشك. عايش خويا جوزني على السؤال. على هذه يعني نجاوبك باللي ابري الماتش درنا ماتش اوفيسيال مع بوركينا، جزنا ماتش نيل ما قدرناش نربحوهم، بدا شويه الدود. زدنا رحنا البريمي ماتش اوفيسيال، خلينا الماتش تاع الكانا هذاك بريمي ماتش لعبنا كونتر اون ايكيب اونتر بارونتيس بان ضعيفه علينا ما قدرناش نماركي لهم، دركا دخلنا في لو دوت. غدوه لازم نبينوا باللي هذا الفريق هذا صح عنده مستوى تاع احسن فريق منتخب افريقي، بصح باش تكونفيرمي هذه لازم تكونفيرمي في التيران بلي بيت. مانيش مقتنع بالجواب، كيفاش لقينا روحنا في هذه المشكله ياسين؟ هو على كل حال مشكله بون في هذه الحاله يعني. احنا رانا في هذه الحاله سفيان علاش؟ لانه علاش راهم يتنبؤوا بالمباراه صعبه؟ علاش؟ باسكو سي لو كومبارتيمون ديفونسيف، فريق اللي رايحين نلعبوا معاه فريق يبادر للهجوم. مليحة يلعب بون نوفال بيان سور، بون نوفال بور نو بصح تري موفاز نوفال بور لي ديفونسور، علاش؟ سوا توجور على ريغارد بوندون 90 مينوت. مي بصح كي يطيح مع فريق اللي يلعب سفيان اللي يلعب الكره يقدر يسجل. لا لا ما تخوفنيش بصح يقدر يسجل لك، رانا شفناهم على كوت ديفوار سفيان. نعم شفناهم على كوت ديفوار داروا دي زاكسيون فريمون دون لي 18 متر داخل، وماشي فريق لي بالونسي، ماشي فريق لي بالونسي الكرات. حنا على بالنا لا لين داتاك تاعنا. كيفاش لقينا روحنا لعبنا ماتش اميكال كونت اون بون ايكيب دو غانا، بون ايكيب ما تزعفوش بون ايكيب دو غانا، فوز فاسيل 3-0، كيفاش لقينا روحنا مصطفى؟ صح يا خو بين ديرتي مضوحه واش صرا يا خو؟ شو الا سمحت لي برك دو سكوند برك نقول لك نعاونوا لي واش قال يوسف. يوسف طازير كي تسمع يوسف تهضر يهضر تعرف باللي كان لاعب ميليو تيرا وكابيتان ديكيب. اه ومن بعد دوك نولي لك لا كيسيون تاعك، كيفاش لحقنا لهذا؟ كيفاش لحقنا نهضروا الدوت بصح كي تسمع كي تسمع الناخب الوطني صباح انا نسمع فيه بالماضي يقول لا بريسيون، انتم كوم تهضروا على لا بريسيون فوالا، حنا ما عندناش من جهتهم هما سي قال لك حنا ما عندناش يعني لا بريسيون اللي كوم تهضروا عليها باسكو يا بريسيون اي بريسيون، كاين لا بريسيون نيجاتيف وكاين لا بريسيون بوزيتيف. دونك الماتش تاع غدوه باش نولي لا كيستيون تاع كيف ستكون ورقه امتحان الخضر غدا، ستكون صعبه بطبيعه الحال. وشنو يفو سورتو كما قال يوسف يفو فريمون غاردي لا تيت فرواد باسكو نقدروا نماركيو حتى في الدقيقه الاخرانيه ان بيوت ا زيرو نقدروا نتكاليفيو. انا نقول باللي راني اوبتيميست غدوه. محمد تفضل. بيان سور انا اوبتيميست. انا ما نسيتش الراك ما نسيتوش تاع هاو صار عليك صار عليك هاد الامور انا والله راني نذكر عليهم. تفضل كيفاش لحقنا؟ انا جو بونس كو كاين حتى حنا دخلونا الدوت كاين دو رياكسيون، لا رياكسيون تاع لوبينيون بيبليك ولا رياكسيون تاع ستاف تكنيك ولي جوار، ما نظنش سي لا ميم رياكسيون. وي حنا كيفاش نخمو؟ لوبينيون بيبليك كيفاش تخمم؟ صافي 35 ماتش ما خسرناش، لعبنا مع 107 هاد لي شيفر هادوما السيليكسيونور ما شكيتش يعطي لهم اهميه باسكو راهو فين كان على بالو كاع لي زيكيب سون ديفيسيل ا ماني سيرتو كي يقعدوا ديريير. دونك بور جو بونس كو كونتر لا سيراليون كاع لي جوار ميزا بار موندي ومبولحي ما لعبوش في النيفو ديالهم، ما لعبوش ميم با 70% دو لور نيفو. سي زاريف ايسي لور نيفو دو جو انا بور موا جي ريبوند على لا كيستيون في متناول الفريق الوطني. سفيان راني كوريو دو سافوار ونعرف الجواب ولا واش راح يقول لي مراد، خاطش هو راه يقول اسمعني يا محمد راه يقول لك يا ودي غدوه ان شاء الله كان نرفدو النيفو فاسيل. محمد مراد ما فيهاش يا لا لا قول مو شنو مانيش نقول راسك تمس بعد دير لي لا لا هضر على على النقطه تاع لونترينور. كاين دي سين حنا لونترينور بيان سي يجي كونفيرونس يمد لا كونفيونس للجوار يهضر لك لي كونفيون. حنا شفنا لا بريميير فوا شفنا ماتش اسمه جمال بالماضي في الماتش تاع سيراليون كلا الحشيش جامي شفناه وري لي ماتش بالماضي كان مقلق حتى هو دخل ايه كنا نراطيه بالماضي ما ياكلش الحشيش شاك ماتش لا 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 رياكسيون ما بريسيون تحسها فوتش لونترينور. ايه معليش والله ما راهو كونفيون كيما في 2018. بون اسمح لي تقدر على بالك البارح ما ترقدش مليح الامور ماهيش مليح
تقدر لا بريسيون سخانه ما تقولش مليح كاين امور باسكو علاش قول لك علاش باسكو راني معاك في كيما نقول لك حتى طرحوا له سؤال قالوا ما انا جاي هكذا بصح راني معاك انا وسيفري كان اسمع ماتش فاسيل يا 108 يام ونعطيك انا ديكلاراسيون شتها في قناه اجنبيه في ار ام سي تاع واحد ما يغلطش قليل وين يغلط واحد اللي قالنا عنده واحد العام قالنا ميسي راه جاي يلعب في باري باش تعرف لي كونيكسيون تاوعو هضروا على غيولو هضر قالوا يا ودي انا شفت لي ماتش جو با جي اونتوندو بالي وسمعت باللي لوبينيون تاع الجزائر شويه مسي قلنا بصح حنا ليكيب كيما كونفينكو بالنومبر دو اوكازيون سيتي لاجيري بارك بيير بيان سور ناصر عندك بقى دقيقه انت السؤال تاعك على لابريسيون انا لا لا كيفاش لقينا روحنا يعني كيفاش لقينا روحنا انا ليا اليوم ما كان افيكتيفون يا اوكين بريسيون هو كيما قال محمد بتات الاعلام بتات لي ميديا بتات يا نوز ادفيرسير فيتور ادفيرسير بالك لا بريسيون تاع بوس لا قابوس لا لا باش تعرف الدنيا خويا مين انت شوف شوف حنا في اللقاء الاول سي فري كو بتات المستوى تاع اللاعبين ما كانش المستوى المعتاد هضرت على مقابله تاع غانا جوست افون سي نورمال سي توتا في نورمال كي تشوف انت يا 0-0 تقول مي اون با ايتي ايفيكاس هذا ما كان اون مونكي ديفيكاسيتي دوكا كون ان شاء الله ليفيكاسيتي في اللقاء المقبل خلاص الهضره مبدله غدوه الهضره راك تفضل سفيان كاين حقيقه واحده اليوم البرمي مارش ما ربحناش عندنا نقطه واحده حسابيين رانا متخلفين دونك واش لازم نديروا غدوه لازمنا نربحوا فوالا باش تيفيتي كل حيث لا الاخر كل فجات غير صرا وبالك سي طازير ما لازمش نتقلقوا سفيان ايه واش هضرنا عليها هي ما كنا فزنا على سيراليون كان تعادل لان المباراه الاولى دائما تكون مهمه سفيان لا لا وبالك مصطفى كان فزنا رانا بالك مزنا في لا كونفيونس لا 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 حسابين حسابين تبدا بثلاث نقاط ونقطه ماشي كيف معروفه في عالم الكره قد ما تكون لاطونت كبيره قد ما ديسيسيون ديسيبسيون تجي كبيره ميم لو كان ربحنا 1-0 مع هذاك اللي راطي اللي درناهم كنا راح نكونوا في لا ميم سيتياسيون